مخابرات. مكرم وضمن الناس المكرمين عن الاعمال الخاصه في التلفزيون في السنه اللي فاتت. فيعني ده في حد ذاته يعتبر اشاره جميله، وبنقول لهم ميرسي قوي ان هم فاكريننا بالخير، بس يا رب دايما. الجديد فيه مسلسلات ان شاء الله كثيره، وفي افلام كثيره باذن الله. يعني السنه الجايه يا رب بس يسعدني ربي في ان انا اكملها وان انا اعملها ان شاء الله. يعني الحمد لله، يعني ربنا يكفينا شرها ويسعدنا بخيرها بس. يا رب يسعد ايامينا كلها ويكفينا شر المرض اهم حاجه، وينجحنا ونشتغل بقى، نفسنا نشتغل.